بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد الفولو اب ريبورت والاكسبكتدنس اند ان اكسبكتدنس اوف ادفيرس دراج رياكشنز. تمام، اول حاجه هناخد الاول ايه هي الاكسبكتد ادفيرس دراج رياكشن والان اكسبكتد ادفيرس دراج رياكشن. باختصار اكسبكتد يعني مذكور في الاس بي سي، مذكور في النشره بتاعت الدواء بتاعي. يعني لو فتحت الاس بي سي سيكشن ادفيرس دراج رياكشن لقيت فيها الرياكشن الادفيرس رياكشن اللي يصيب بيه المريض اللي خد الدواء بتاعي، يبقى هذا الادفيرس دراج رياكشن از اكسبكتد، يعني متوقع، يعني مذكور في النشره. طيب لو المريض اشتكى لما خد الدواء بتاعي واشتكى شكوى وجاله ادفيرس دراج رياكشن، وجيت فتحت النشره الاس بي سي بتاعت المستحضر او البي اي ال، ما لقيتوش مذكور في سيكشن الادفيرس دراج رياكشن في الاس بي سي، يبقى هذا الادفيرس دراج رياكشن از ان اكسبكتد. خلاص، ده معنى اكسبكتد وايه وان اكسبكتد. خلاص، امتى بقى بعمل الفولو اب للاي سي اس ارز بتاعتي؟ يعني امتى اعمل متابعه للاي سي اس ار؟ باختصار ان لو انت عملت اي سي اس ار جبتها من اي مريض وكانت الداتا انفاليد، الداتا غير كامله، يعني طبعا احنا عارفين ان الاي سي اس ار عشان تريبورتها للاثوريتي، انت كشركه جالك اي سي اس ار من مريض وعايز تبلغ الوزاره بيها، فلازم تكون هذه الاي سي اس ار فاليد. لو مش فاليد ما بتبلغش بيها الوزاره. فاليد يعني فيها اربعه ايه؟ اربع اركان. اي ركن من الاركان دول لو مش موجود لازم تعمل فولو اب للكيسه. تمام؟ طيب انت ممكن تعمل فولو اب لو الكيسه فاليد؟ لو في معلومه مهمه انت مش عارفها والكيسه فاليد، لكن لو وصلت للمعلومه دي انت ممكن هتفرق معاك في الميديكال اسيسمنت بتاع الايه؟ الكيسه دي، الاي سي اس ار دي. خلاص، فانت في هذه الحاله ممكن تبقى الكيسه فاليد وتعمل لها فولو اب عشان توصل للايه؟ للمعلومه الطبيه بتاعتك. تمام؟ في اغلب الاحيان طبعا مش لازم تعمل فولو اب عشان تكمل الكيسه. ليه؟ لان مستحيل، يعني 99% من الاي سي اس ارز اللي انت بتجمعها كشركه بتبقى ايه؟ انكمبليت. عشان تجمع اي سي اس ار وتخليها كومبليت ده بيتطلب مجهود خارق، ويعني هتتعب الدكاتره وهتتعب الهيلث كير بروفيشنال وهتتعب المريض، فصعب. انما لو وصلت لان الكيس تبقى فاليد وانت متاكد من الميديكال اسيسمنت بتاعك وتاكدت ان الدواء هو سبب المشكله او ان هو مش سبب المشكله وخلاص، متاكد مليون في الميه، خلاص فلا داعي لانك ايه؟ تتعب المريض او تتعب الهيلث كير بروفيشنال عشان تحصل على معلومات ملهاش لازمه. خلاص، ده موضوع الايه؟ الفولو اب. هنا when first received the information is in suspected adverse drug reaction report may be incomplete. ممكن تعمل فولو اب لو هي انكمبليت، بس ده صعب لو الكيسه زي ما قلت لكم، يعني عشان تكمل كل كيسه ده صعب. This report should be followed up as necessary. يعني ايه as necessary؟ to obtain supplementary detailed information، عشان تحصل على معلومات significant for the scientific evaluation. لازم المعلومات اللي انت بتعمل لها فولو اب دي وبتبحث عليها لازم تكون مهمه فين؟ في الساينتفك ايفالويشن، في التقييم العلمي للايه؟ للكيسه اللي بتاعتك اللي انت بتعمل لها فولو اب. This is particularly relevant for monitored events of special interest. يعني لو عندك مثلا pregnancy، واحده حامل خدت دواء معين، يبقى لازم تعمل لها فولو اب لحد ما تولد. تمام؟ عشان تشوف الجنين حصل له مشاكل ولا ما حصلوش وهكذا. طيب الكيسز، عندك كيسز حد بلغك ان الدواء بتاعك مريض معين خده ومات، بس انا مش عارف المريض بتاعي ده مات، المريض اللي خده ده مات من الدواء بتاعي ولا مات من نورمال بروجنوزيس اوف ديزيز اللي كان عنده، كان ده يعني كان نتيجه طبيعيه للمرض اللي كان عنده. فانا لازم اعمل فولو اب عشان اتاكد. ليه؟ لان ممكن يكون الدواء بتاعي هو اللي عمل المشكله دي، ففي الحاله دي لازم اكون متاكد وابلغ الوزاره. او ان في ريبورتات بتقول ان في ريسكات جديده على الدواء بتاعي، فلازم ايه؟ اعمل الكلام ده كله. تمام؟ واي محاوله انت بتعملها علشان تعمل فولو اب لازم ايه؟ تدوكيومنتها. خلاص؟ طيب when information is received directly from consumer suggesting that adverse reaction may have been occurred. If the information is incomplete، لو كانت المعلومات دي غير كامله، لازم تعمل التنس بتاعتك وتبلغ وتتواصل مع الهيلث كير بروفيشنال بتاع المريض ده عشان تكمل المعلومات اللي انت ايه؟ اللي ناقصه عندك. تمام؟ when such case initially reported by a consumer has been confirmed totally or partially. الكلام ده قلناه قبل كده، ان لو الهيلث كير بروفيشنال اكد معلومه او جزء منها واكد ادفيرس رياكشن او احد الادفيرس رياكشن اللي المريض قاله، يبقى الكيسه دي بقت ايه؟ ميديكالي كونفيرم. تمام؟ فولو اب ميثودز شود بي تيلورد، يعني لازم تعدل طريقه الفولو اب بما
يسهل عليك الحصول على المعلومه قدر المستطاع. احنا عايزين نوصل على المعلومه بقدر المستطاع، فما تقرفش الدكاتره وما تكررش نفسي الداتا اللي انت كانت عندك من الاول وتعيدها تاني وتطلبها منه تاني، ما هي عندك في الاول خلاص، فما تكررهاش. اعمل له تارجت كويشنير، اعمل له حاجه يعلم صح غلط غلط كده يعني. سهل على الدكتور، لان الدكاتره بتبقى متضايقه لما من تكرار الاسئله عليه. ما فحاول توصل للمعلومه قدر المستطاع باسهل طريقه ممكنه بما لا يضايق الهيلث كير بروفيشنالز. تمام. The use of target specific form، ده اللي احنا قلناه، اللي تستخدم target specific form زي الكوشنير و بما يسهل ايه اخذ المعلومه من الايه من الطبيب او الصيدلي او الهيلث كير بروفيشنال. For suspected adverse reaction related to biological، هنا بيكلمني عن لو انت مثلا المستندر بتاعك ده biological او biosimilar او vaccines، الحاجات دي كل تشغيله فيها بتختلف عن التشغيله الاخرى، فلازم في الحاله دي لازم تكتب الباتش نمبر بتاع الايه المستحضر بتاعك. تمام. طيب البرايتورايزيشن اوف فولو اب ريبورت. تمام. انا دلوقتي عندي اولويات في الفولو اب، يعني انا مثلا عندي ادويه كتيره، في منها انواع كتيره، امتى اولي مين الاول عن مين عشان اعمل له الفولو اب؟ قال لك اول حاجه لو انت جالك كيسز سيريس وان اكسبكتد يبقى دي البرايورتي نمبر 1، بنسميها الليست نمبر ايه خلاص، اللي هي ايه بقى؟ يعني انت عندك ادفيرس دراج رياكشن، مريض اشتكى انه حصل له والادفيرس دراج رياكشن ده ما كانش موجود في النشره بتاعتك، واول مره حد يشتكي هذه الشكوى، والادفيرس دراج رياكشن ده سيريس، يبقى ده برايورتي نمبر 1 خلاص. طيب لو اشتكى بادفيرس دراج رياكشن كان سيريس ولكن مش مذكور في ولكن مذكور في النشره بتاعتك هو اكسبكتد، فخلاص يبقى ده برايورتي نمبر 2، لان هو اوريدي حتى لو كلامه صادق في الاخر هوصل لايه لكونكلوجن ان ده ايه ان الدواء بتاعي بيعمل المشكله دي، وهو اوريدي معروف ان هو بيعمل المشكله دي ومذكور في النشر. طيب البرايورتي نمبر 3 قال لك لو الادفيرس دراج رياكشن كان نون سيريس ولكنه مش مذكور في النشر، يبقى اذا ليه اولويه رقم 3 لانه نون سيريس ولكنه غير مذكور في النشر. طيب الكيس الاولويه رقم 4، طيب لو الكيسه نون سيريس، لو الادفيرس دراج رياكشن ده كان نون سيريس وكمان ده ايه ده مذكور في النشر، يبقى ده ايه البرايورتي رقم 4، لانه في الاخر هي ايه مش هيزود لي كتير ولا ينقص لي كتير. تمام. قال لك برده في كيسز اوف سبيشال انترست، يعني ايه؟ لو الوزاره مثلا طلبت منك طلب ان الادويه السوفو او ادويه فيروس سي ممكن تعمل مشاكل للكبد، فلو حصلت ان مريض اشتكى من مشاكل في الكبد وهو بياخد ادويه فيروس سي لازم تبلغنا، ده فعلا حاصل الكلام ده، فدي بسميها سبيشال انترست، كيسز اوف سبيشال انترست، فلازم تاخد بالك من الحاجات دي وتعطيها اولويه خلاص. طيب ايه طرق الفولو اب؟ قال لك انت ممكن ايه عشان تعمل فولو اب، ممكن تتصل بالدكتور، ممكن تعمله سايد فيزيت، تروح لحد عنده، ممكن تبعت له جواب، ممكن تبعت له ايميل انسو خلاص. وممكن تعمل سبيسيفيك كويشنير، ممكن تعمل سبيسيفيك تارجت فورمز خلاص. واي وزي ما قلنا ان الطرق دي لازم تتظبط بما يسهل الحصول على المعلومه. ريتن كونفيرميشن اوف ديتيلز جيفنج فيربالي شود بي اوبتيند وينيفر بوسيبل. تمام. يعني لو الطبيب او الهيلث كير بروفيشنال اداك معلومات فولو اب فيربالي، يعني حاول تدوكيومنت الحاجات دي، لو كتبها يبقى كتبها، ما كتبهاش اكتبها انت وراه. طيب في ان اكسبشنال سيناريوز، تمام، في سيناريوهات استثنائيه، اف ريكويست فور انفورميشن هاف بين ريفيوزد، لو الطبيب رفض انه يعمل لك فولو اب، روح لوزاره الصحه، وزاره الصحه مطالبه انها تساعدك انها ايه توصل للايه للمعلومه الناقصه. طيب لحد امتى هعمل الفولو اب؟ قال لك مفيش ستاندرد كيس خلاص، ما ملوش مده زمنيه محدده، it is a matter of medical judgment. ده بيرجع لحكمك اللي ايه حكمك انت ككيو بي في وحكمك الطبي، لحد ما الكيسه تبقى ستيبل والكيسه تنتهي فيها للميديكال اسسمنت بتاعك خلاص، يبقى انت كده هتوقف الفولو اب. ما وصلتش للمعلومه دي ولسه في حاجات ناقصه، يبقى ايه يبقى تكمل الفولو اب الى ايه ان تحصل على المعلومات اللازمه. طيب في عندي حاجه اسمها البريجنانسي اكسبوجر، يعني عندك واحده حامل خدت دواء معين وهي لسه حامل. طيب انا الاوت كام ان هو الطفل لما يتولد عايز اشوف حصل كونجنتال ابنورماليتيز، حصل له مشاكل ولا ما حصلوش، فلازم اعمل فولو اب لحد ما الايه ما الجنين يطلع واشوفه وراقبه، وفي بعض الاحيان براقب الطفل لمده كذا سنه كمان.
تمام. طيب قالك في بعض الاحيان برضو ان ممكن الزوج يكون واخد دواء او الزوجه واخده دواء، الدواء ده ليه لونج هاف لايف، يعني ممكن يبقى يقعد 3 اسابيع او شهر في الجسم خلاص. فانت خد بالك قبل الجستيشن بيريود بين الزوج والزوجه لازم لو هو واخد مثلا دواء من 3 اسابيع خد حط في الكلام ده في دماغك، لانه ممكن يؤدي الى تشوهات في الاجنه. كده خلصت محاضره الفولو اب، شكرا لحضرتك.